السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الوان بلاس 9RT والسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. ومع فتح علبة الوان بلاس 9RT أول ما نجده في العلبة هو الجهاز. هذا هو الجهاز الوان بلاس 9RT. كما نجد أيضا أصدقائي مجموعة الكتب المانوالز الخاصة بالجهاز. بإزالة هذا الغطاء نجد بقية محتويات العلبة وهي المتمثلة في كافر بلاستيك يأتينا باللون الأزرق الفاتح. نجد الشاحن الصاروخي الذي يأتينا بسرعة 65 واط، وآخر محتويات العلبة هو كيبل الشحن الذي يأتينا من نوع USB Type-C. هذه هي كل محتويات العلبة، لا وجود إلى سماعات، ما عدا هذا كل شيء موجود في علبة الوان بلاس 9RT. بالنسبة للسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز هو 445 يورو مع النسخة الأقل، ما يعادل 499 دولار. بالنسبة أصدقائي إلى مواصفات الجهاز الكاملة لمن فاته الفيديو الخاص بمواصفات الجهاز والسعر الرسمي سأضع لكم الرابط في أول تعليق. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا الفيديو. كانت هذه تجربة الأنبوكسينج الخاصة بالوان بلاس 9RT، جهاز فعلا غاية في الروعة. في ختام الفيديو أصدقائي أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.